السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رايحة نقدم لكم اليوم وصفة من وصفاتي، ويعني ماشي توعية أنا اللي اخترعتهم، مي هذه وصفة يعني خاصة بالناس مدينة تنس. هومن يعني خدموا هذا الرفيس هذا ولا المبسس ولا الملقوطة كما نسموها في تنس. كما راكم تشوفوا هنايا عندي 3 كيلات تاع سميد متوسط، كيلة تاع ليدام، عندنا النعناع، فليو، نبطة، زعتر، وعندنا الملح. هو مبسس يعني عادي، برك فيه هذوك الاعشاب هذوك، على هذه مسميينه الملقوطه، يعني هذوك الاعشاب ملقطين يعني في وقتهم، سبور سا يسموه الملقوطه، يعني من كل عشبه نديرو شويه. هنايا نحط السميد تاعي اللي هما 3 كيلات في القصعه، نحط الملح حسب الذوق، ومن بعد نحطوا الحشاوش تاعنا من بعد ما نكونوا يعني طحناهم ولا دقيناهم في المهلاز ونغربلوهم ونحطوهم مع السميد. حنا عندنا هذا الملقوطه يديروها بزاف الامهات وبناتهم في زيدو، يعني تاع المراه نفسها. كانت ميمتي ربي يطول في عمرها ان شاء الله ويشفيها لنا، كانت دايما كي نزيدو انا خواتاتي كانت دايما ندير لنا هذه الملقوطه. بعد ما طحنت الاعشاب هذوك ولا الحشاوش نغربلهم ونخلطهم مع السميد، نحط ليدام، انا راني مخلطه هنا زبده ذايبه مع زيت زيتون، وانتم لكم الاختيار، يعني اللي ما تبغيش زيت زيتون دير غير الزبده ذايبه وحدها، واللي تبغي زيت زيتون تقدر دير غير زيت زيتون وحدها ما ديرش الزبده. هنا عبرت الماء بنفس الكيله اللي عبرت بها السميد باش تعرفوا بالضبط شحال درت الماء، راهي هنايا شمخت بكيله الا ربع، شمخ العجينه تاعي ولمها فم بلا ما نفتلها بلا والو، يعني نشمخها نلمها ومن بعد نبدا نخبز فيها. ما خليتهاش ريحت، غير نحيتها من القصعه حطيتها في البلون دو طرافاي وراني نخبز فيها. تقدروا تخبزوها بطريقه يعني الكلاسيكيه اللي ولا التقليديه اللي كنا نخدموا بها من بكري، يعني على شكل دائري، كما تقدروا ديروا هذا الشكل هذا باش يجيكم كاع مربعات، يعني التقطيع تاعهم يجي على شكل مستطيلات ولا مربعات، يجي كاع كيف كيف. هنا من بعد ما خبزتها رايحه نقطعها، بعد ما نقطعها نستويهم كامل هذوك الطراف باش ما يبقاش يعني الفتات ولا الحبيبات تاع السميد يجوا كامل مشوكين، باش يجينا كاع يعني تجينا خدمة نقية. بعد ما كمل كامل هذوك الحبيبات التوعي تاع المبسس نطيبهم في الطاجين. انا حاولت باش نطيبهم في الطاجين تاع الطين، هو ماهوش يعني ماهوش تاع اللي نطيبوا فيه المبسس ولا نطيبوا فيه فطيره ولا تاع اللي نطيبوا فيه طياب، انا حاولت باش يكون كل شيء تقليدي، يعني رايحه ندير اكله تقليديه قلت نطيبها في الطاجين تاع الطين هكا باش يعني نكون في باش نكون في دون لو تام، يعني مي مالوغوزمون ولا يدير في الدخان وزايد ثاني يطولوا بزاف باش يطيبوا، وما تحمروش يعني هذاك التحمار اللي بغيتو انايا،
الوغ نحيتهم، خليت هاد الحبات هادو قد ما يعني طابو قلعتهم، وعاود رجعت كما راكم تشوفوا الدخان اللي راه يدير فيه، عاود رجعت يعني درت الطاجين العادي. راكم تشوفوا كيفاش داروا الطابو تاع طاجين تاع الطين، ثقيل بزاف، يعني ما يجوا يتحموا يكونوا يعني يكون كامل شرب لهم هذاك الليدام تاعهم. بعد ما يتحمروا من الجهتين نقلعوهم، يعني ما كلاه تشقاو وتبقاو طيبوا فيهم حتى مع الجناب، سي با لا بان، هما نعطوهم وقت في الطياب يعني ما تغصبوهمش باش يطيبوا من الداخل مليح، ومن بعد سي با لا بان باش طيبوهم مع الجناب. راني يعني نحط في هذوك اللي طابوا في الطاجين تاع الطين باش يزيدوا يتحمروا شويه. نبقى هكا نطيب فيهم يعني حتى يطيبوا كامل. تقدروا تحتفظوا بحبيبات كما رايحه ندير انايا، نحتفظ يعني بحبيبات اللي يكونوا ملاح، خاطر كاين اللي يبغي ياكلهم هكاك، والباقي رايحه نديرو رفيس. هذا هو يعني حنا ناكلوه رفيس، ما ناكلوش ما نخلوش هكاك حبيبات، مي كاين اللي يبغي هكا قطع ياكلو بلا سكر بلا فلفل، خاطر حنا رفيس نديرو فيه شويه فلفل وشويه سكر. قدرت لكم النوع الاول تاع رفيس اللي نخدمو فيتنس، اللي هو ينخدم بالملوي ويتفتت، يعني يتفتت رقيق ويتفور وتندر له الزبده ولا الدهان الحر. وهذا لا هذا رفيس تاع المبسس، نستعملو غير الفرشيطه، ما نطحنوه ما والو، بلا ما نفوروه بلا والو، غير هكا نفتتوه غير بالفرشيطه ونديروا له شويه فلفل، ماشي باش يجي حار، يعني غير باش يعطي له واحد الذوق، ذوق رائع يعطيه له الفلفل، ونديروا له شويه سكر، والسكر على حسب الذوق، انا ما نبغيش فيه السكر بزاف، نبغي ندير فيه السكر مي ماشي بزاف، يعني باش نستبن هذيك الحلاوه مي ماشي بزاف. هذا هو الرفيس تاعنا كيما راكم تشوفوا، دوك راح نزيد له هنايا غير شويه برك تاع زيت الزيتون، واللي تبغي دير له زبده، الزبده ذايبه تزيد له شويه زبده ذايبه، سينو اللي يعجبها هكا تخليه هكا. تقدروا تاكلوه بارد كيما تقدروا تسخنوه باش تاكلوه، يعني ماشي ما عنده حتى مشكل، يعني تبغوا تاكلوه هكا بارد ولا سخون ولا. هذا هو الرفيس تاعنا خاوتي خواتاتي، ان شاء الله يكون عجبكم، دوك تشوفوه في صحن التقديم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم وتكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. واللي ما يعرفش هذا الرفيس ان شاء الله رايحين يجربوه،
ويردوا لي الخبر، واللي يديروه وعندهم اسم اخر ماذا بيا تحطوا لي الاسماء اللي الاسماء تاعكم اللي باش تعيطوا له نتوما، تحطوهم لي في التعليقات هكا باش تذكروا لي يعني المنطقه، اسم المنطقه هكا باش نولي نعرف يعني في المناطق تاع الجزائر كامل كيفاش يسموه هذا الرفيس، هذا حنا نسموه الملقوطه. فوالا هذه هي، نقول لكم بقاو على خير خاوتي خواتاتي، تهلاو في رواحكم، ربي يحفظكم ان شاء الله، الى فيديو اخر وصفة اخرى باذن الله، مع السلامة.